السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. المحكمة تدين المنشط مومو ومتهمين في السرقة المفبركة بالحبس النافذ، فخليكم معايا اخوتي باش تعرفوا على التفاصيل وتسمعوا بشحال حكموا عليه. قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء بإدانة المنشط الإذاعي محمد بوصفحة المعروف باسم مومو بالسجن النافذ. وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين الذين تابعتهم النيابة العامة في حالة استقال، فقد قضت المحكمة بإدانة أمين صاد بالحبس لمدة 5 أشهر حبسا نافذة، فيما أدانت المتهم مصطفى بالحبس لمدة 3 أشهر حبسا نافذة. وقضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالحكم على المنشط الإذاعي محمد بوصفحة المعروف باسم مومو بالحبس لمدة 4 أشهر حبسا نافذة. كما قضت المحكمة ذاتها بعدم قبول المطالب المدنية الموجهة من لدى شركة هيت راديو، وكان مومو نفى أمام المحكمة معرفته المسبقة بالمتابعين في حالة اعتقال، مسجلا أن برامجه لا تبحث عن المشاهدات، هدفنا هو برامج ترفيهية تقدم مسابقات في مواضيع مختلفة. ويشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية كانت قد تابعت محمد بوصفحة في حالة صراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها. كما قررت النيابة العامة عقب الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية متابعة شخصين بتهمة الاختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة. فكيف ما سمعت أخوتي، فتم الحكم على المنشط المغربي مومو ب4 أشهر حبسا نافذة. فكنتظر أخوتي تعليقاتكم بخصوص الموضوع. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.